وبشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من المنامة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فراس الزوبعي عبر الفونو عبر الهاتف عفوا. بعد دكتور فراس مرحبا بك. الرفض الشعبي وفتوى المرجع الديني فاضل المالكي بعد هذه الفتوى بوجوب مقاطعة الانتخابات المقبلة، كيف تتوقعون دكتور فراس يعني شكل الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ دكتور فراس، سنعاود الاتصال بدكتور فراس الزوبعي الأكاديمي والمحلل السياسي نظرا لوجود مشكلة في الاتصال. عاد الآن الاتصال مرة أخرى. دكتور فراس مرحبا بك. أهلا مرحبا دكتور فراس. يعني بعد تنامي الرفض الشعبي وفتوى أيضا المرجع الديني فاضل المالكي بوجوب مقاطعة الانتخابات المقبلة، يعني شكل الاستحقاق الانتخابي المقبل كيف سيكون من وجهة نظرك؟ نعم، هو بداية أعتقد أن الأصوات لغاية الآن التي تطالب بعدم الذهاب للانتخابات أو بعدم المشاركة في الانتخابات هي أصوات أظنها أصوات خافتة، ليست أصوات قوية وعالية، وكذلك تأثيرها محدود جدا. يعني من سيستمع لهذه الأصوات هو في الأساس ليس له نية أن يذهب للانتخابات سواء كانت بعد هذه الفتاوى أو قبلها. يعني هكذا هي تأثير هذه الأصوات على الناس بشكل عام. أما يعني هي حتى مقاطعة الانتخابات بالنسبة للذين يعني يرون هذا وأفتوا بذلك لن تؤثر، يعني قضية عدم ذهاب جمهورهم إلى الانتخابات لن تؤثر لأنها في النهاية أصوات غير محسوبة. الذي لن يذهب الانتخابات لن يكون له صوت، لا بالسلب ولا أقصد يعني لا باختيار هذا أو ذاك، فهي أصوات في الأساس غير محسوبة في النهاية. النائب جاسم جعفر دعا لمنح فرصة لإعادة النظر في التحالفات الانتخابية، بينما يرى التحالف الكردستاني أن التحالفات الانتخابية بنيت على أهداف سياسية وشخصية. دكتور فراس، كيف تنظرون إلى التحالفات الانتخابية الحالية؟ يعني احنا بداية منذ أول انتخابات في العراق وحتى هذه اللحظة هي الانتخابات التحالفات تبنى على أساس مصالح حزبية وشخصية وسياسية أيضا. هو في العالم طبعا كل انتخابات أو التحالفات تكون على أساس سياسي، لكن في العراق يضاف لها المصالح الحزبية والمصالح الفئوية ومصالح الأشخاص بشكل أدق، فهذه لن تختلف عن سابقاتها. دائما يتحالفون في العراق على أساس المصالح الشخصية وعلى أساس مصالح الحزبية، يعني حتى المتناغمين فيما بينهم داخل العملية السياسية تجدهم يتحالفون لأجل مصالحهم الحزبية وثم مصالحهم الشخصية. طبعا كما تعلمون هناك يعني رقم كبير وعدد هائل للنازحين إلى الآن يعني يرفضون العودة إلى مناطقهم لأن مناطقهم إلى الآن هي ليست جاهزة لعودتهم بعد تدميرها. من وجهة نظرك يعني كيف سيؤثر وجود الميليشيات التي يرى بعض النواب أن العبادي غير قادر على إخراجها من هذه المناطق، هذه الميليشيات كيف سيكون تأثيرها على العملية الانتخابية المقبلة؟ حقيقة هذه الميليشيات أساسا هي سبقت أي كلام للعبادي أو غير العبادي، بدأت تعمل في موضوع الانتخابات منذ أشهر طويلة وافتتحت مكاتب في هذه المحافظات على الرغم من عدم وجود أهلها فيها. هذه المحافظات بالمخيمات و الميليشيات فتحت مكاتب في تقريبا كل المحافظات ووجدت لها اشخاص ممن اشتركوا معها في العمليات العسكريه وكانوا جزء من الحشد طبعا، وبدات تدخل او تشكل قوائم في داخل هذه المحافظات. فطبعا هذا يعني سيفتح الباب واسعا امام التزوير اللي هو اساسا قائم في كل المحافظات، لكن في هذه المحافظات بشكل خاص سيكون فيها يعني حجم التزوير كبير جدا، وسيكون طبعا لصالح القوائم الانتخابيه التي فيها طبعا قيادات الحشد سواء كان من ابناء المناطق الذين اشتركوا معهم او من يعني سيرشح داخل هذه المحافظات. فحقيقه نعم دكتور فراس، في هذه النقطه هناك نقطه مهمه. مجله انترناشونال انترست الامريكيه وصفت عوده المالكي للسلطه بالكارثه على العراق، كيف يعني الى اي مدى تتوقع ان يكون هناك عوده فعليه للمالكي للمشهد السياسي من جديد؟ ولا شك طبعا توقعهم في محله. المالكي شكل كارثة حقيقية على العراق وعلى السلطة في العراق للسنوات الثمانية التي مسك فيها زمام الأمور.
لكن في الواقع المالكي لا يمكن أن يستبعد من الانتخابات، لأنه خلال 8 سنوات سخر مقدرات البلد بشكل كامل لمصالحه الشخصية ومصالح الحزبية، وبالتالي هذه السنوات الثمانية أوجدت له قاعدة أو يعني مجموعة من الناخبين ولم يقطع الصلة بهم واستمروا معه. نعم خسر الكثير، لكن ما بقي لديه من الأصوات يعني يبقيه في الساحة السياسية. لكن أجد أن عودته للسلطة مرة أخرى وأن يكون رئيس وزراء هذا أمر يعني مستبعد ولا أعتقد أنه سيتحقق، خصوصا وأن شركاء المالكي أنفسهم غير مستعدين بقبول المالكي مرة أخرى رئيسا للوزراء، لا سيما وأنه وعدهم الكثير ولم يوفي بوعودهم حتى مع شركائه السياسيين. فأظن الموضوع صعب جدا أن يعود ويعود على رأس السلطة، لكن سيكون في البرلمان نعم وسيكون في الحكومة أيضا. من المنام الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فراس الزوبعي، شكرا لك.